يعقوب من البحرين يقول بالنسبة للسجادة تكون في حجرة النوم، تقول يقول أحيانا أخليها مفتوحة، يقولون لا غلط لأن يصلي عليها الشيطان. الله يسمع منك يا يعقوب، يا ليت الشيطان يصلي. نتمنى والله لو نعلم بأن الشيطان يسلم ويصلي كلنا خلينا سجاجيدنا مفتوحة. هذه خرافة من الخرافات أبو أخوي يعقوب، هذه من سوالف الجهال والخرافيين، ما لها علاقة هذه. سجادة سواء طويتها ولا فتحتها ولا شلتها ولا صليت على الأرض، الأمر ما له علاقة، ما له علاقة. وإذا والله في دليل على أن الإنسان اللي يخلي سجادته مفتوحة يصلي على الشيطان، أنا أول واحد بخليها مفتوحة وخليها دائما علشان يسلم الشيطان ويصلي عليه. لا لا، هذه من الخرافات ومن الدجل ومن الأشياء التي يعني يجب على المسلم أن يرفضها، يرفض مثل هذه الله. يعني نتمنى نحن والله يا ليت الناس الآن على قدر هل تصديق الخرافات والسعي وراء هذه الأساطير أنهم يلتزمون الثوابت والمسلمات الشرعية. أتمنى والله هذا، يعني أغلب الناس الآن يعني أغلبهم تارك لقضية الثوابت والمسلمات والأمور الغيبيات اللي أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ويسعى حول مثل هذه الخرافات. عموما هذه خرافة، لا تصدقونها يا أخو يعقوب، بارك الله فيك. وبعض الناس وش يسوي إذا انتهى من السجادة؟ طوى الزاوية حقتها علشان والله يحرم الشيطان، خلي الشيطان يصلي الله يهديك، يطوي زاويتها، ها ما لها علاقة، هذا كله من الدجل. خليتها مفتوحة ولا طويتها ما في شيء.